بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة للعالمين، النبي العظيم محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وفي رواية سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام أفضل؟ أي المسلمين أفضل؟ أي المسلم أفضل؟ أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأن الإسلام جاء بهذا التعريف ألف ولام للكمال. فأنتم تعرفون أيها الإخوة، الدين له مراتب ثلاث. الدين عنده المراتب ثلاثة: الإسلام، الإيمان، الإحسان. هذه المراتب ثلاثة، كما في حديث جبريل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خير، جبريل حينما سأله فأجابه: أخبرني عن الإسلام. إسلام أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته. فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك ترى، إلى آخر الحديث. فالإنسان حينما يدخل في هذا الدين الإسلامي فيسمى مسلما، يسمى مسلما، فبالأركان وعمل الأركان وفعل الأركان والإيمان واليقين والتقوى والخوف من الله عز وجل وامتثال أمره واجتناب نواهيه قد ينتقل إلى مرتبة ثانية، ينتقل إلى المرتبة الثانية وهو الإيمان. ثم بالأعمال والقربات إلى الله سبحانه وتعالى والطاعات وصيام النهار وقيام الليل والإخلاص وتخليص وتنقية القلب من شوائب الدنيا قد ينتقل إلى المرتبة الثالثة: اعبدوا الله كأنك ترى، أي الإحسان. وهذه مرتبة عالية، مقام عالي، وهو مقام خاص لأولياء الله، خاص لأولياء الله الذي أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم بهذه الصفة الحميدة في أكثر من موضع في كتاب الله عز وجل. إذن هذا الإنسان سواء كان مؤمنا أو محسنا فهو مسلم، فهو مسلم مؤمن، فهو مسلم. ذلك الله عز وجل يقول في عن لوط عليه السلام: ومن معه فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيتين من المسلمين، فما وجدنا فيها غير بيتين من المسلمين. فالإسلام، ما هو الإسلام؟ ماشي كل واحد اللي يدعي شي حاجة هو عليها كما ادعى، كل واحد يدعي، ويستطيع أن يدعي الإنسان يقول: أنا مؤمن، أنا محسن، أنا ولي من أولياء الله، يدعي. لأن الإنسان حر في نفسه أن يدعي ما شاء، لكن هذا الإدعاء هل هو حقيقة أم مزيف أم مزور أم كذب أم خداع أم يتخذ ذلك حيلة؟ فكل الدعائين، الواحد اللي يدعي شي حاجة فعليه بالدليل، فعليه بالبينة، عليك بأن تأتي بالبينة بالحجة. والإسلام له أمارات، والإيمان له أمارات، والإحسان له أمارات، معنى علامات تدل عليه، تدل عليه.
فيدعي الإنسان أنا غني، وقد لا يكون غنيا أنت لا تعرفه. يقولك أنا لبس علي وغني وثري وهو ليس بغني. يقولك أنا عالم وهو ليس بعالم. يقولك أنا قوي وهو مريض مثل. يقولك أنا مؤمن وهو ليس بمؤمنين. فله علامات. إذ النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا وبينا ما هو الإسلام وما هو المسلم. الإسلام معروف مبين في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا المسلم الذي يقول أنا مسلم فهو مسلم بالتوحيد، فهو مسلم بلا إله إلا محمد رسول الله، فهو مسلم بالأعمال الصالحة مسلم. لكن قد يكون الإنسان مسلما فاسقا، قد يكون المسلم عاصيا. هو مسلم ولكن فاسق، هو مسلم ولكن عاصي، مسلم ولكن مذنب، مسلم ولكن مراوغ، مسلم خداع، مسلم غشاش، مسلم يحتال على الناس، مسلم فيه صفات قبيحة. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم، شكون هذا المسلم؟ فماشي قيام الليل، صيام النهار، اكثر من الذكر والتسبيح. يقول لك انا مسلم. هذه العلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، العلاقة بينك وبين الله تبارك وتعالى، فهذا واجب وهذا فرض. لأن الإنسان عنده علاقتان، علاقة مع الله والعلاقة مع الناس. وهذه العلاقة مع الناس على شقين وعلى نوعين، علاقة مع المسلمين، ولنقول على ثلاث، مع المسلمين أجمعين، وعلاقة مع غير المسلمين، وعلاقة مع أقربائك وأرحامك. إذ لابد أن تراعي حقوق الله وحقوق العباد، كما سبق في الدرس السابق وتحدثنا على حق المسلم على أخيه المسلم، حق المسلم على أخيه المسلم. إذن فالعلاقة مع الله عز وجل هذه واضحة باينة واجب. فمن أطاع الله عز وجل وامتثل أمر الله جزاه الله عز وجل وأثابه على ذلك، ومن فرط أو قصر فأمره لله سبحانه وتعالى. إذن علاقتك مع الله عز وجل فمرتبطة بعلاقتك مع الناس، أي مع المسلمين بالخصوص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم، 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 لأن الدين ديالنا الإسلام. فسمي المتدين والملتزم بأمر الله عز وجل، الملتزم بأمر الله وشرعه وبالإسلام، فهو مسلم، فهو مسلم. كما يقال عن الأديان الأخرى أو عن الذين يعتنقون الأديان الأخرى، فالنصارى أو النصرانية، الذي ينتمي لهذا الدين يقال له نصراني، الذي يدين بذلك الدين يقال له نصراني، يعتنق الدين النصراني يقول نصراني. اليهودية، الذي يعتنق الدين اليهودية يقال عنه أو نقول عنه يهودي. إذن الذي يعتنق الإسلام ويدين بالإسلام ويعمل بالإسلام فهو مسلم، فهو مسلم. إذن هذا المسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون من لسانه ويده. فأنت لك مظهر ولك مخبأ، مظهر ومخبر ومخبأ. فالمظهر يراه الناس ويحكم عليه الناس ويشاهده الناس، لأنك تتعامل مع الناس. وعندك المخبأ لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. المظهر كلمة، ابتسامة، النظر، المصافحة، اللمس، المشي، الحركات، الأخلاق، المعاملات، العطاء أو المنع،
البيع، الشراء، الزواج، هذه كلها مظهر من المظاهر من خلالها كان حكم على هذا المسلم. فإذا ما رأينا منه نقصا أو صفة قبيحة أو جربنا عليه كذبا أو نفاقا أو شيئا مما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، فيعرض أمره هذا على الكتاب والسنة، كتاب والسنة، فقد يكون مسلما فاسقا عاصيا، فاسقا عاصيا، راه فاسق لكن عاصي، كما أن تارك الصلاة مثلا يقر بالصلاة ويقول لك أنا الصلاة كاينة أعترف وأقر الله فرضها وهي واجبة ولكن غادي نصلي، فيتهاون بترك الصلاة، فهذا يسمى مسلما فاسقا عند المالكية في المذهب المالكي، مسلم فاسق، مسلم فاسق، فيسمى الله عز وجل المسلم قد يكون فاسقا. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. واحد يتهم شي وحدة، يتهمها بالفاحشة، يتهمها بالزينة، يتهم امرأة وما عندوش البينة، شنو هي البينة؟ البينة بينها الله عز وجل في هذه الآية، والذين يرمون المحصنات، محصنة عفيفة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء يشاهدوا هذه العملية مباشرة بأم عيونهم ويتفقوا في الشهادة وفي النظر، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. خروج عن طاعة الله عز وجل، لأن اتهام الغير وهتك عرضي عرض الآخرين. كذلك الله عز وجل نهانا عن التنابز بالألقاب، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الذي يغتاب الناس ويسيء الظن بالناس ويمشي بالنميمة صفات قبيحة لا تليق بالمسلم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثير من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. كذلك تنابز بالقلب كما في الآية السابقة، سمي الإنسان باسمه، إذا كان اسمه محمد فسميه محمدا، إذا اسمه مصطفى سميه مصطفى، ولا تتنابزون بالألقاب، لأن الله نهى عن التنابز بالألقاب، هذا يسمى بأسماء يعني أسماء غير محببة، فالله عز وجل نهانا، فذاك فسق، فسق يعني خروج عن طاعة الله عز وجل وعن أمره سبحانه وتعالى، مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقولنا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم، أنت إما أن تكون في سلام كما تحدثنا في الدرس السابق، وإما أن تكون في حرب. ولذلك الإسلام لما نقول الإسلام فهو في بلد، نقول أنت في بلد مسلم، معنى في بلد الإسلام، في بلد الإسلام، وغير بلد الإسلام يسمى بلد الحرب، بلد الكفار، بلد الحرب. فأنت في بلد الإسلام أي الأمان. وما معنى الإسلام؟ وهو الاستسلام لله عز وجل، أن تستسلم لأمر الله عز وجل. واحد أنت عزيز عليه تحبه وتحبه وتتقرب إليه وتمتثل أمره، يأمرك بأمر فتستسلم له، يقولك اجلس فأنت تجلس، قم فتقوم، اشرب فتشرب، يمتنع عن هذا فتمتنع، لماذا؟ لأنك تستسلم له، تستسلم له، تحبه وتعلم أنه ما يأمرك به هو الحق، ما يأمرك به فيه مصلحتك وفيه منفعتك
فما يأمرك إلا بخير، هذا هو الإسلام. الإسلام لا يأمرنا إلا بخير إلا بنفع. فكيقولنا الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم اللي الدين دياله هو الإسلام، المسلم انتبهوا، المسلم ماشي بالصلاة بالصيام فقط، ماشي بالزكاة، ولا الإنسان يمشي حج، ولا كل سنة يمشي يدير العمرة، هذا ماشي هو الإسلام كله. الإسلام في أركانه نعم، بني الإسلام على خمس، هي أركان الإسلام خمسة، كالبيت عندنا البيت فيها أركان بليات وأساطين خمس، أعمدة خمس، ولكن هذه الأعمدة هل نقيمها، هذه القواعد نقيمها يعني دون سقف ودون أرض ودون أساس ودون جدران، لأن الإسلام يعني كامل متكامل لا يتجزأ، الإسلام لا يتجزأ. لما تبغي تبني البناء فدلوا البليات والأعمدة الأساس الأركان الأساطين، فتبني له الحيطان الجدران ثم السقف ثم الأساس هو الأول، الأساس هو الأول. إذن هذا هو الإسلام. إذا عندنا الصلاة ماشي غير الصلاة، إن الصلاة تتنهى عن الفحشاء والمنكر، فعندنا الصين الأول التوحيد، الركن الأول التوحيد، التوحيد النهي عن الشرك، ابتعاد عن الشرك. وهذا التوحيد، هذا التوحيد كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله عندها الشروط ديالها، عندها الشروط ديالها. فالإنسان لا يدخل الجنة إلا كان عنده مفتاح. ما هو مفتاح الجنة؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا هو المفتاح الجنة. ولكن واش كل مفتاح يفتح الباب؟ والمفتاح نأتي بأي مفتاح؟ ولا هذا المفتاح عنده شروط، عنده خصائص، عنده مميزات، عنده مميزات. ولذلك تجدون أن المفتاح له أسنان، إذن لابد هذا مفتاح لابد له من أسنان. إذن هذه كلمة التوحيد عندها أسنان تقوم بها حتى تكمل لك هذه كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني تعتمد على الله وتوكل على الله واليقين في الله وتستعين بالله وتسأل الله وحده، هذا كلها يعني من مقتضيات لا إله إلا الله محمد رسول الله، واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع سنته. كذلك الصلاة، الصلاة لابد لها من شروط، لابد لها من أركان، ثم يعني الأعمال اللي كتبع الصلاة، اللي كتبع الصلاة وهي من مكملات الصلاة. ثم عندنا الصيام كذلك، الإنسان ينتهي عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ثم أن ينتهي عن الزور وعن الكذب وغير ذلك، يعني باش يكون الصيام دياله صحيحا. كذلك الزكاة، الزكاة أنه يزكي الإنسان لله عز وجل ويمتثل أمر الله ويطهر نفسه من الشح والبخل. كذلك الحج وهو الركن الخامس، أن يكون الإنسان نقي نظيف طاهر، يؤدي الأمانة إلى أهلها ويتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة ويتحلل وغير ذلك مما يطلب من قاصدي الحج. إذن هذه أركان الإسلام. كذلك البيت نسقفوه نديروا الأساس، وخصنا الأثاث وخصنا الضوء وخصنا يعني مقومات نتاع الحياة، إذن يعني نعيش في هذا الدار. إذن كذلك الإسلام أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه أولا، من لسانه. أخطر عضو في الإنسان هو اللسان، أخطر عضو هو اللسان. فكم من أناس أكبهم الله كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النار بحصائد ألسنتهم، بحصائد ألسنتهم. فاللسان يحصد، ماذا يحصد؟ يحصد الحسنات، لا بمعنى أنه يحلق الحسنات، يقطع الحسنات ويأتي بالسيئات وبالذنوب. أنتم ترون الماكينة المشينة اللي كتحصد شنو كدير؟ تحصد، جمع الزرع. وهكذا الإنسان اللسان فيحصد، ماذا يحصد؟
يحصد السيئات والمعاصي وكذلك يحصد الحسنات عنده، حسنات عنده. كلمة قد يقولها الإنسان ويهوي بها في النار 70 عاما والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال كلمة لم يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، 70 عام. هو 70 عام وهو يهود في جهنم، 70 عام وهو يهود في جهنم. علاش؟ ما قتل، ما هدم مسجدا، ولا ظلم أحدا ظلم، اللسان ظلم، وإنما قال كلمة ما تحققش منها، ما تثبش منها، إما اتهم شي واحد ولا هتك عرض شي واحد، قد يدخل لا كلمة الكفر بالعياذ بالله قد يدخل بها الإنسان 70 عاما في جهنم. لأن كل كلمة خصنا نعرفه، كل كلمة ينطق بها الإنسان يخرجها من فمه إلا وتكتب عليه وتسجل عليه وتسطر عليه. وشوف شنو كتكلم أنت، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أيها الإخوة، لو أن كل واحد يحاسب نفسه ويدير واحد دفتر والقلم وكل كلمة يسجلها ويرجع في آخر النهار يرجع الكلام اللي تكلمه، واش يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يغضبه؟ وأمر آخر، لو أن الكلام اللي كنتكلموا به ونتكلموه كل كلمة نطقوا بها نخلصوا عليها وندفعوا الأجر وندفعوا الأجرة وندفعوا المال، والله العظيم لا يقول الإنسان، لا يتكلم الإنسان، لا يتفوه الإنسان إلا إلى عنده فيها الربح، عنده الربح. إلا ما عندهش الربح يسكت، الربح ديالك هو السكوت. إلا ما لقيتش ما تذكر الله ولا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقول كلمة الحق ولا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، أسكت، أفضل لك وأحسن لك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت، فليقول خيرا أو ليسكت. فهذا اللسان ثعبان، إن أطلقته لسع الناس وأكل الناس ونهش الناس. فالإنسان يحفظ اللسان دياله، يسخروا في طاعة الله عز وجل. وهذا اللسان هو نعمة من نعم الله عز وجل. لما هو نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، فسخر هذه النعمة لشكر المنعم ولعبادة الله ولطاعته سبحانه وتعالى. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فالإنسان يحرك اللسان، هذا اللسان هو في الفم، وجعل الله عز وجل شفتين، فأنت هذا اللسان بين الأسنان محروس محفوظ، فأنت لا تحرك اللسان ولا تفتح فمك إلا في مصلحة، إلا في منفعة. فأطبق عليهم الأخشبين شفتين، إلى شفت على أنه كاين الكلام اللي غادي يغضب الله تبارك وتعالى، يغضب الله تبارك وتعالى. إذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. واش الآن المسلمين سلموا فيما بينهم؟ أبدا أبدا. تجد الإنسان يصلي هو داخل المسجد يتكلم في الناس، يخرج المسجد يتكلم في الناس ويغتب الناس ويسيء الظن بالناس ويحسد الناس وينقل خبارات والنميمة بين الناس والتحريش بين المسلمين، فتجده صائما وهو يتكلم في الناس وهو يحج ما شاء الله كبير السن وهو لا يخلو من قيل والقال ولا من اللغوي ولا من لهوي ولا من كلام الذي تهتز له الجبال وتتحرك له الأرض. ألا فليتقي المسلم الله عز وجل فيما يقوله قبل ما تنطق بشي كلمة، عرضها على الكتاب والسنة، عرضها على أمر الله عز وجل. كذلك الإنسان يستحي مما يقوله، لا يقول إلا ما فيه خير، ما يلعن، ما يطعن، ما يسب، ما يفحش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن ليس بالطعان ولا بالفحاش ولا بالبذيء. المؤمن لا يطعن في أحد، ما يطعنش في أحد، ولا يلعن أحدا، ولا يفحش. كلمة الفحش قبيحة، انظروا تأملوا، شوفوا الأطفال، حتى الأطفال ما كلامهم إلا فيه فحش، السب واللعن. الشباب، الأسواق، في بعض الأحيان يستحيي الإنسان يتمشى مع شي واحد
اللي كيحشم منه في الأسواق وفي الأزقة وفي الشوارع، لأنك ستسمع كلام فحشين، كلام فحشين. الناس ما تعودوش، المجتمع ما تعودش وما عودوش اللسان ديالهم على النطق بالخير، نطق دائما بالخير. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله فقد كثرت علي شرائع الإسلام، وصيني انصحني ماذا أفعل؟ شنو قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. أرطب اللسان ديالك بذكر الله عز وجل دائما، وانت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم دائما، انت تذكر الله تبارك وتعالى دائما، انت تقرأ القرآن الكريم. وحينما يسمعون بعض الناس يقول لك واش احنا ما نخدموش للدنيا، ومن مانعك من العمل في الدنيا؟ أراه العمل في الدنيا إذا كانت وفق أمر الله عز وجل فهو عبادة، كذلك فهو عبادة. لكن لما تبيع كن صادقا، لما تشري كن صادقا، لما تعهد الناس كن صادقا، وفي بالعهد، وفي الأمانات، أدي الأمانات، فأنت مسلم. إذن للدنيا والدين، ماشي غير للدين، الدنيا والدين. إنما المسلم من سليم المسلمون لسانه، اللسان ويده، ويده. إذن عندنا اللسان نحفظه ونصونه، وعندنا اليد، هذا اليد لأنها هي الثاني في السيئات والمعاصي وما يغضب الله، وأن اللسان قد يحرك اليد، لأن عندنا القلب وعندنا اللسان وعندنا الجوارح اللي كنتحرك بها. فالقلب قد يتمنى والعقل قد يفكر، ثم قد ينطق الإنسان وقد يفعل ذلك بيده، ويخط أو يلمس أو يبطش أو يضرب أو يفعل شيء من هذه اليد. هذه اليد هي نعمة من نعم الله عز وجل، فاسخرها فيما يرضي الله تبارك وتعالى، تصافح بها فيها الأجر، كما سبق في الدرس السابق، ما من مسلمين يتصافحان إلا وتتحات ذنوبهما كما يتحات ورق الشجر. الشجرة لما كيسقط ورقها، وإحنا لنا ذنوب، فالذنوب تتساقط ما دمت أنت مصافح وممسك بيد أخيك المسلم. لما تكتب شي حاجة اكتبها اللي كترضي الله سبحانه وتعالى، لا تسطر بيدك ولا تكتب بيدك إلا ما سيكون لك فيه نفع ورضا يوم القيامة، لأن كل حاجة غادي تشهد علينا يوم القيامة، كل حاجة غادي يوجدها الإنسان ووجدوا ما عملوا حاضرة، حتى النية، النية سيجدها الإنسان بين يدي الله عز وجل. واش فيها الإخلاص ولا ما فيهاش الإخلاص؟ المسلمون من سليم المسلمون، المسلم من سليم المسلمون من لسانه ويديه. واحد جاء كيسب واحد فسأله قال له واش قتلت الروم؟ يتكلم له في شي واحد يسب واحد، قال أقتلت الروم؟ قال لا. قال أقتلت الفرس؟ قال لا. أقتلت المجوس؟ قال لا. قال أسلم منك الروم والفرس والمجوس ولم يسلم منك أخوك المسلم؟ يعني ما قتلت الروم ولا الكفار ولا في الحق، وسلم منك أولئك ولم يسلم منك أخوك المسلم. فالمسلم له حرمة، له حرمة عند الله سبحانه وتعالى. فخير الناس أنفعهم لعيال الله، لأن العبيد هم عيال الله سبحانه وتعالى. إذا درت الخير في عيال الله، الله يحبك، الله يكرمك، فأنت يعني معاملتك مع الناس يكون الله عز وجل يعطيك مثل ما تتعامل به أو أكثر. إذا كنت ترحم الناس العباد المسلمين الله يرحمك، إذا كنت تعين المسلمين الله يعينك، إذا كنت تفرج الكروبات للمسلمين الله يفرج عنك، وإذا كنت تفعل الخير في المسلمين الله يرزقك بأنواع الخير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الله في عون العبد في حديث طويل، من فرج عن المسلم من ستر مسلم ستره الله في الدنيا وفي الآخر، من فرج عن المسلم
نفرج كربة من كرب المسلمين في الدنيا، فرج الله كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. إذا استرت المسلم الله يسترك، فرجت على المسلم الله يفرج عليك، أفضحت المسلم بالمقابل الله يفضح هذا الإنسان، رأيت المسلم هو بحاجة إلى يعني تفريج الكروبات وأنت تستطيع ولم تفعل، فالله عز وجل لا يحفظك ولا يفرج عنك الكروبات، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فأنت بحاجة إلى الله ولن تستغني عنه ولن تستطيع، لأنك أنت ضعيف، أنت بحاجة إلى الله بحاجة، لأن لا بد من هذه في هذه الدنيا أن يصاب الإنسان بالمصائب وأن تنهشه المصائب والكروبات. إذن فافعل الخير في الناس، فافعل الخير في الناس فالله يقابل ذلك بالإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم فرض الله عليه الهجرة، أي فرض الله على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة الهجرة. من أين يهاجرون؟ يهاجر من مكة إلى المدينة المنورة. الهجرة كانت واجبة، كانت واجبة أي قبل فتح مكة، فلما فتح الله على نبيه مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لكن الهجرة باقية، إن الهجرة تنقسم إلى قسمين، الهجرة من المكان إلى المكان، من مكان إلى مكان، والهجرة من الحال إلى الحال. هجرة من مكان إلى مكان، ينتقل الإنسان من بلد إلى بلد، مثلا أنت في بلد فيه الكفر ولا تستطيع إقامة شعائر الله، ما يخليك لا تصلي ولا تصوم ولا تزكي ولا تقرأ القرآن، فأنت واجب عليك أنك تهجر من ذاك البلد، واجب عليك أنك تهجر من ذاك البلد. أنت تخاف على عقيدتك فأنت تهجر من ذلك البلد. يفر الإنسان بدينه، ففر إلى الله، الإنسان يفر بدينه فيهاجر وينتقل من ذلك البلد، من ذلك البلد إلى بلدين يقيم فيه شعائر الله سبحانه وتعالى. هذا الهجرة من مكان إلى مكان، لأن الناس قد يأتون وقد أتوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة فتمنوا الهجرة، لأن الهجرة فيها أجر كبير، الهجرة فيها الأجر كبير والثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فما غاديش يستوي القاعد مع المهاجر الذي هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر من مكة إلى المدينة، لأن الذي يهاجر يعاقبه الله يوم القيامة، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم الهجرة من الحال إلى الحال، فالإنسان يكون على حال من الحالات وصفة من الصفات وخلق من الخلق، فعليه أن يهجر تلك الصفات القبيحة إلى صفات حميدة جميلة حسنة يحبها الله. إذن الإنسان يتجرد يهجر، إذا الإنسان عنده شي صفة قبيحة شي فعل قبيح فيهجره يتركه فيتخلى عنه. ولذلك هناك ما يسمى بالتخلية والتحلية، التخلية والتحلية، فالإنسان يتخلى عن الذنوب والمعاصي والصفات القبيحة والأخلاق الذميمة، الكذب يعني الزور والحيال والغدر والغش والحسد والبغض والكره للناس، فيتخلى عن هذه الصفات القبيحة ويتحلى بضدها. شنو هي ضد الكذب؟ لا نتخلوا عليه، فنتحلوا بماذا؟ بالصدق، فنتخلى عن البغض فنتحلى بالمحبة بحب الناس، فنتخلى عن الفرقة ونتحلى بالوئام، وهكذا يسمى التخلية والتحلية، نتخلى ونتحلى. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نهجر. ماذا نهجر؟ نهجر ما نهى الله عنه، ما ينهى الله عنه وما نهى الله عنه ورسوله فنهجره. فإذا ما هجرت الذنوب والمعاصي
والطبائع، لأن هناك طبائع في الإنسان قد لا يتخلى عنها، هناك طبائع وعادات وأعراف تكون تتعارض مع الإسلام ومع تعاليم الإسلام، فقد الإنسان لا يتخلى عنها بسهولة، ولكن الرجل القوي هو الذي يتخلى عنها، لأن المجال الإسلام، المجال الإسلام جاء أمر الله وشرع الله، كان القرآن يتنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، الناس ولفوا حوايج، ولفوا فيهم طبائع، فالإسلام لما جاء لم يأتي جملة واحدة فحرم عليهم. الخمر كان يشربه، الناس كان يشربه، وذكر الله عز وجل رزق الحسنة، الناس يعني يبيعون العناب ويشترون العناب أو يصنعون العناب فيتخذون منه ماذا؟ يتخذون منه رزق الحسنة، يعني التعامل البيع والشراء. ثم كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله شنو في الخمر؟ الخمر لأن كاين البعض حتى في الجاهلية ما كانش يشربوه، لماذا؟ لأنه يذهب العقول. أنا جيت الآن قبل المغرب لقيت واحد سكران هنا في هذه الزنقة، قال لي ادعي معايا يعفو الله يعفو علي الله. قلت له الله يعفو عليك. قال لي لا ادعي معايا بالقلب ديالك. قال لي ادعي معايا بالقلب ديالك. قلت له الله يعفو عليك. سكران وقدام المسجد، قدام المسجد. فلما جاء الإسلام إذن فبقى بالتدريج. سيدنا عمر يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. واحد شرب الخمر وضرب شي واحد وصلى والصلاة وقلب الآية في القرآن الكريم ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وبين لنا في الخمر بيانا، يسألونك على الخمر والميسير. إذن فجاء الإسلام أي بالشرائع وفي التحريم، يعني في التحريم بالتدريج، إلى أن نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إلى آخر فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذن هناك طبائع، هناك عادات، هناك مخالفات، هناك ذنوب، فالمسلم عليه أن يتخلى عنها، هذه الهجرة الحقيقية، أن يهجر الطبائع اللي كتخالف شرع الله سبحانه وتعالى. والإنسان تكون عنده الإرادة قوية، بعض الأحيان تجد الإنسان مثلا يتعطى للتدخين لمدة لسنين طويلة وهو ما شاء الله واعي ويعرف أنه يضر ومتزوج وله أولاد. أنا أعرف شخص أكثر من 40 سنة وذكرها لي، أكثر من 40 سنة ويتعطى للتدخين، 40 سنة ويتعطى للتدخين. فالكل يعيب عليه، حتى المجتمع اللي كيعيش فيه يقولوا أنت كبير وأنت تتعطى للتدخين. واحد الإمام في وجدة حكى لي، هو أصله من العيون، حكى لي قال لي كنا جالسين أنا واحد سيد، وواحد سيد شيباني عنده 60 عام وهو يدخن، 60 عام وهو يدخن، 60 عام وكبير مريض. فقال مرة علينا واحد سكران شرب الخمر، قال لي وقف بقى يشوف ذاك الشيباني هو يتعطى للتدخين ويكمل ويتكيف. قال له الله ينعلي ما يحشم، ما تحشمش انت 60 عام وتكمل الدخان. هو شارب الخمر، هو الخمر له هو فضيحة، إن لعن الله شاربه. هو فضيحة، ولكن يشوف الإنسان، يشوف هذا شارب الخمر سكران ومع ذلك انتبه، قال له هذا السيد كبير 60 عام وما زال يعني تعطى للتدخين. ولذلك تجدون الفرق، إنسان يكون صغير ولا يكون كبير. فيقولون أن المتعاطي للتدخين واحد كبير عنده عادة، طبيعة. شي واحد يكمل الدخان قال له شوف أرى الدخان أرى حرام، يعني تبعد عليه. قال له شو ما حرام، ما كان بحرة. قال له واحد لا حرام ولكن راه فيه الفوائد. قال له شت الصح، قال له راه فيه الفوائد. قال له شنو؟ قول لي يا سيدي وشنو ما هي الفوائد. قال له الفوائد نتاع التدخين، أول ما تكبرش، هذه الفائدة الثانية الأولى. ثانية دائما عندك واحد المعين اللي الكلاب ما يعضوكش. قالوا الفائدة الثانية. قالوا الفائدة الثالثة، قالوا ما يسرقوكش اللصوص الشفارة. قالوا كيفاش ما فهمتش. قالوا الفائدة الأولى شنو قلت؟ الفائدة الأولى شنو قلتها؟ ها؟ أيوة، يعني قالوا ما تكبرش، معنى ما يكبرش في الساعة يموت صغير، تسلط عليه الأمراض.
يموت صغير. قالوا ها الفائده الاولى، تمشي يعني هذا يسمى الموت البطيء. نعم يبكر، الانتحار البطيء. قالوا الفائده الثانيه ما يعضكش الكلاب، دائما معك العصا، غير شويه تقدر العصا. قالوا الثالثه، الفائده الثالثه تاع التدخين، قالوا هو الشفره ما يسرقكش. علاش؟ الليل ومطر كح 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 كح. يعني الشفر الى جاء غادي يسمع لك تكح، يعني غادي يهرب، يقول له راه السيد فايق. قال له هذا هما الفوائد نتاع التدخين. اذا الطبائع ايها الاخوه، طبائع اللي قبيحه لانسان مع نفسه، غير مع نفسه، مع نفسه يراجع نفسه، هالطبيعه اللي كنديرها انا في بعض الاحيان، يعني طبيعه بسيطه قد لا تكون ذنبا، قد لا تكون معصيه، لكن تخل بمراءة الانسان، كتخل بالمراءة ديالو، فالانسان ينتهي عليها، ينتهي عليها، لان الانسان يقولون في الانسان الذي يهديك مثلا العيوب، رحم الله من اهدى الي عيوبي، فانت اول نقب عن عيوبك وعن معايبك، ثم اذا رايت عيوبا واخطاء في الاخرين فانصحهم بها، فانصحهم بها، لان عندنا عيوب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من المهاجر من هجر ما نهى الله عنه واستقام على امر الله تبارك وتعالى، فهذا هو المهاجر الحقيقي، وهذا هو الرجل القوي. اما الرجل الضعيف هو الذي يسلم للشهوات ويسلم للشبهات ويسلم للمعاصي، من مجال ريح يديه، من مجال ريح يديه، من مجال البرد يديه، لأنه ضعيف يتمايل حيث يميل، يعني يكون قوة الريح. فالمسلم لا، كالشجرة النخلة ثابتة عروقها، يعني ضاربة في أغصان، ضاربة في العروق في الأرض. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كيشبهنا المؤمن المسلم بشجرة النخلة، إن في الفلاة شجرة لا يسقط ورقها. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة قال لهم راه كاين واحد الشجرة تشبه المؤمن. شنو هي الشجره؟ قالوا لا يسقط ورقها، الورق ديالها دائما باقيين، وعندها يعني العروق في الارض، وثابته واخا يجي الريح والبرد والعاصفه ما تدي منها والو. فكل واحد بقى يفكر، اتكون هي شجره الزيتون؟ لا يسقط ورقها. شنو هي؟ واحد عبد الله بن عمر صغير كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فتذكرت انها النخله فاستحييت لصغاره. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنها النخلة، أي شجرة النخلة ثابتة قوية. وهكذا أيها الإخوة الكرام الأعزاء، المؤمن يكون قويا ويهجر ما نهى الله عنه. فنسأل الله عز وجل أن يجعل من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اصلح حالنا وأحوالنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللي عنده شيء سؤال، الجهر بآية أو ببعض من سورة الفاتحة، سورة الفاتحة ثم تذكر، كان في صلاة السرية ثم تذكر، مثلا إنسان في الظهر ولا في العصر، فلما جاء كبر قال بسم الله الرحمن الرحيم، مثلا كبر الحمد لله يا رب العالمين، جهر وتذكر أنا في السر، فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. الحمد لله يا رب العالمين آية آيتين، فلا تؤثر وما عليه حتى شيء زيادة. نعم تفضل زيد. حالنا في الدرس السابق، يعني الانسان راه يصلي ويفوت شي واحد قدامه، فالاصل ان الانسان لما يصلي اولا يصلي الى ستره، يصلي الى ستره. شنو هي ستره؟ يصلي مثلا مور واحد البيلي ولا العصاطين، ولا يدير شي حاجه قدامه، يدير شي حاجه قدامه. في حال الى ما لقاش، فالمار لواحد اللي كيفوت في الجامع، فعليه أن لا يتخطى، يعني أن لا يمر بين يدي المصلي، لأنه منهي النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يقف أحدكم أربعين خير له من أن يمر بين يدي المصلي. أشنو هي أربعين؟ الله أعلم، أربعين سنة، أربعين قرن، أربعين ساعة، أربعين عام، لأن فيها الإثم كبير. أن الصلاة واحد إلى صلى شيء فات شيء واحد قدامه فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة، إلا امرأة الأجنبية، المرأة الأجنبية إلا فات مرأة فات قدامك أمامك، فهنا تبطل الصلاة. نعم، الله تعالى أعلى وأعلم.
لان الى مسح القشره يكون رقاق، يكون رقاق ويبين اللحم، فما فائده هذا المسح؟ غير ينزعهم ويغسل، فما فائده؟ لان الانسان يلبس يعني القشره يكونوا ثخانين ويكونوا خفين من جلد. الله تعالى اعلى واعلم. ونسال الله عز وجل ان يوفقنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعليه. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب.